علمنا الحسين أن دولة الباطل مهما كانت قوية فإن دماء الشهداء قادرة على إسقاطها، وأن الطغاة مهما كانوا متغطرسين فإن إرادة ضحاياهم قادرة على القضاء عليهم. مشاركة زينب عليها السلام في ثورة الحسين أعطت لكل نساء العالم شرعية المشاركة في كل مجالات الحياة. الحسين سلطان في السماوات وسلطان في الأرض، أما في الجنة فهو سلطان السلاطين. أليس كل واحد من أهل الجنة سلطانا والحسين سيد شباب أهل الجنة؟ موقع الحسين في تاريخ الديانات هو موقع المفصل، فهو وارث الأنبياء المنتجبين وهو أبو الأئمة المطهرين. لو لم يكن الحسين في التاريخ تبوأ المنافقون مكانة المؤمنين، ولصادر الجبابرة مقام الأنبياء، ولم يكن باستطاعة أحد أن يميز بين الأولياء والأدعياء. لا أحد غير الحسين يستطيع أن يدفع بالملايين من الناس كل عام للتظاهر في الشوارع والأزقة دفاعا عن الحق في زحف مقدس، ولم ترى البشرية مثل ذلك أبدا. دم الحسين لا يبرد في السماوات ولا يبرد في الأرض. عاشوراء محطة للتزود بالعزة والكرامة والإباء، وزيارة الحسين موسم لملاقاة أصحاب الرسالات، والشعائر الحسينية بحيرات عذبة تغسل عن روادها أدران الكبر والشرك والرياء. الحسين عليه السلام رسالة دين وراية عدل وميزان حق ومشروع إيمان. الحسين تعاليم حق بحجم الوجود، ومصباح هدى بحجم السماوات، وسفينة نجاة بحجم الكون.